خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. تناولت العديد من الملفات كان في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. رغم بالتأكيد كل الأزمات التي نواجهها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وانشغالنا الشديد بهذه الملفات، لكن أنا كنت حريص على القيام بهذه الزيارة الثنائية إلى موسكو لما من روسيا الاتحادية من دور هام في الشؤون العالمية والإقليمية، فضلا عن العلاقات الطيبة والعلاقات الصداقة التي كان بيننا. كما عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أن المباحثات تناولت تشاورا سياسيا حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ناقشنا كذلك عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، ومنها بطبيعة الحال أمن منطقة البحر الأحمر، لأننا نتضرر جميعا من هذا التصعيد غير المبرر وهذا التوتر الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. ومصر بطبيعة الحال هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الخطير. نحن نتضرر شهريا في الانخفاض الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة لهذا التصعيد وهذا الاستهداف، ونؤكد مرة أخرى على أن الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة، وبالتأكيد عدم إعطاء المبرر لأي طرف أن يستغل هذه المعاناة لأي أغراض أخرى. حريصون على مواصلة العمل المشترك مع مصر بما يضمن استمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ناقشنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك في سوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي. تعكس زيارة عبد العاطي للعاصمة الروسية موسكو تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات، خاصة في ضوء التطورات بالغة الخطورة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أمل صبري، النيل للأخبار.